ومن اجمل الحاجات اللي فيها الفوز اللي حققته بعثتنا البارالمبيه في باريس، واللي يمكن كل المصريين كانوا فخورين بيهم. صحيح ابطالنا الاولمبيين جابوا يعني ميداليات، لكن ابطالنا البارالمبيين اسعدونا بميداليات اخرى، ويعني ورونا ان القدره على التحدي مش مجرد كلام، لا احنا نقدر نعمل حاجات وننافس ابطال عالم في هذا الامر ونحصد ميداليات اخرى. منتخب مصر البارالمبي للكره الطائره جلوس حقق اداء مميز وقدر ان هو يحصد الميداليه البرونزيه ضمن منافسات دوره الالعاب البارالمبيه اللي استضافتها باريس 2024. المنتخب ده من ضمن 5 منتخبات مصنفه على مستوى العالم. على الهاتف معانا البطل احمد زكري لاعب منتخب مصر البارالمبي للكره الطائره جلوس، واللي هيكلمنا عن الرحله دي ازاي بدات وازاي انتهت. اهلا بك يا كابتن احمد والف مبروك. الله يبارك فيك، يسلم لي، ربنا يخليك يا رب، وشكرا على المقدمه الجميله دي. ربنا يخليك يا رب. احكي لنا، احنا اللي نشكرك، احنا اللي نشكرك. الله يبارك لك، تسلم. يعني اكيد، يعني خليني ابدا الاول بالبعثه نفسها، بعثه المنتخب البارالمبي او البعثه المصريه المشاركه في الالعاب البارالمبيه كانت رايحه بمعنويات معينه وتحدي وشايفه خلاف، ورجعت انا شايف ان يعني في استقبال كبير جدا ليها من المصريين. احكي لنا بس عن المفارقه دي قبل ما نخش في تفاصيل الكره الطائره جلوس. لا يعني صراحه يعني ما كنتش متوقع كده صراحه، يعني بعثه كلها جميله وكل حاجه متنظمه بشكل يليق مصر يعني، وبشكرهم جدا 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 على الاستقبال وكل حاجه صراحه كانت ما شاء الله يعني على قد اللي يليق بمنتخب مصر يعني. كان في صعوبات شفتوها هناك؟ ناس كتير الاول يعني في الالعاب الاولمبيه قالت لك المدينه الاولمبيه مش كده، التعاون مش كده. كان في صعوبات احنا شفناها مع بعثتنا؟ والله يعني مش صعوبات قوي يعني، لا كل حاجه كانت يعني كان قد المسؤوليه، يعني طبعا احنا مش رايحين ان احنا نترفع، لا ده احنا رايحين عندنا مهمه قوميه، عندنا هدف لازم نحققه ونرجع نفرح اهالينا واهل المصريين والشعب كله وياخدوا الحاجه الجميله ديت، والحمد لله يعني الحمد لله. منتخب كره الطائره جلوس المصري مصنف ضمن الخمسه المصنفين على العالم. طبعا 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 طبعا، ده من 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 تاريخ زمان يعني، مش من دلوقتي. ازاي؟ يعني من اثينا 2004 وبكين ولندن وريو وطوكيو، لا منتخب مصر له تاريخ كبير جدا وبطل عالم على مستوى العرب على مستوى العالم كله. رغم ان احنا في كره الطائره مش كده. لا اسوياء لا. اسوياء لا، ده حقيقي جدا. احنا عملنا ايه؟ احنا من ضمن الخمسه المصنفين وصلنا للمركز الثالث. احكي لنا اصعب المحطات في المشوار ده كانت عامله ازاي؟ مين اصعب المنتخبات اللي لعبتوها؟ والله هو يعني افضل منتخبين على مستوى العالم واحنا بعدهم على طول منتخب ايران ومنتخب البوسنه. طبعا المنتخبين دول يعني افضل منتخبين على مستوى العالم من كل النواحي بقى، طبعا النواحي الفنيه والتنظيميه وكل حاجه، هم افضل في كل حاجه، بس كمنتخب مصر بيحاول ان هو يبقى دايما في المنصه على البطولات الدوليه والمحافل الدوليه كلها ان هو يكون موجود. طبعا منتخب ايران يعني عندهم اكثر من كام نادي يقدر يختار منهم 12 لعيب يمثل البطوله سواء اولمبياد او بطوله عالم. لا يعني ايران ديت فرقه قليله جدا جدا، ومنتخب البوسنه برضو كذلك منتخب تقيل جدا. طبعا احنا كمنتخب مصر بنحاول ان احنا يعني نخش معاهم دايما في ايه؟ حتة ان انا يلعب نهائي يلعب على الثالث والرابع، ما بنقدرش ان يعني نطلع عن كده. تمام. وخلال البطولة
كانت اصعب المباريات مع مين؟ هم دول بس ولا كان في محطات تقدر تقول ان هي كانت كنا متخوفين منها؟ لا طبعا كان عندنا منتخب كازاخستان ومنتخب المانيا. طبعا منتخب كازاخستان يعني مستعد فنيا وبدنيا بقاله فتره جامده قوي، فطبعا كنا نازلين يعني عاملين حسابنا بشكل كويس جدا للمباراه ديت، خدناها على قد المسؤوليه وان احنا لازم ننزل نعمل حاجه ونصعد نلعب بالمباراه الميداليه مع منتخب المانيا. الحمد لله قدرنا نكسبها ونحصل على نتيجه مشرفه 3-1، والحمد لله لعبنا منتخب المانيا كان منتخب قوي جدا على ماتش الميداليه. مش عايز احكي لك يعني الشعور صعب جدا، ماتش الميداليه ده ماتش طبعا بالنسبه لي المنتخب يعني ماتش للتاريخ يعني. فالحمد لله قدرنا ان احنا نفوز عليها برضو، كنا كلنا على قد المسؤوليه سواء اللي بره سواء اللي جوه، المدير الفني الجهاز كل اللي كان موجود كنا كلنا على قد المسؤوليه ان احنا نفرح شعب المصري كله. فرحه الدوله بيكو كانت كبيره جدا لما رجعتوا، ركبت أيوة الباص طبعا المفتوح ومشيت في شوارع القاهره وشفت الناس فرحانه ازاي؟ والله يعني بصراحه انا مش عايز اقول لك انا انبسطت بشكل يعني حاجه جميله جدا. اول مره ان انا العب اولمبياد طبعا، واول مره ان انا اشوف الاستقبال دوت، لا انا واحد من الناس كنت فرحان جدا جدا جدا. لها طعم ثاني ولها شعور ثاني خالص يعني. وفي وسط اهلك واصحابك الدنيا كانت عامله ازاي؟ يعني انا شايف الفرحه في عينيهم عن اي بطوله سبحان الله. يعني لا الموضوع مختلف تماما انك ترجع بميداليه الاولمبيه ديت، حاجه بتتكتب لك في التاريخ. ويعني الحمد لله الحمد لله بشكر والدتي ووالدي مستقبلوني وبشكر اخويا يوسف بصراحه كان موجود تعب جدا يعني كلهم كانوا منتظريني. لا انا حسيت ان انا فعلا بمثل مصر ويعني الحمد لله الحمد لله بشكرهم جدا يعني. هتعملوا ايه المفروض الخطوه الجايه بالنسبه لمنتخبنا هتبقى عامله ازاي؟ ويعني في ترتيبات تانية؟ هل في وعود من الدكتور اشرف صبحي بدعم زياده طبعاً بشكل تاني؟ ايه بقى الكلام؟ طمني. طبعا لا هو احنا يعني صفحه واتقفلت، مش من النوع اللي احنا عندنا سقف طموحات وقف لحد كده. لا احنا جبنا ميداليه برونزيه تمام الحمد لله ونشكر كل ونشكر فضل ربنا على ده. لكن اشرف صبحي خلاص يعني دكتور اشرف صبحي ده قال الموضوع خلاص الصفحه واتقفلت، نفكر في اللي جاي ونساعد لوس انجلوس 2028 في امريكا، نستعد لها بشكل كويس من دلوقتي وان شاء الله نعمل ميداليه كويسه احسن من دي. ان شاء الله نلعب النهائي يا ميداليه ذهبيه يا ميداليه فضيه ان شاء الله. بنشكرك احمد ذكري لاعب منتخب مصر البارالمبي للكره الطائره جلوس، شرفتنا ونورتنا وبشكرك وبشكر فريقك وبشكر كل البعثه المصريه اللي شاركت في الالعاب البارالمبيه. شرفتونا يا رجاله والله فعلا حقيقه، فرحتونا من قلبنا. طبعا كان نفسنا دوره الالعاب الاولمبيه مصر تحقق فيها ميداليات اكتر من كده. دوره الالعاب البارالمبيه يمكن عوضتنا كتير عن ده، وكنا بنتابعهم بشغف كبير وكنا فخورين بيهم جدا. يعني احنا كنا رافعين راسنا وبنقول المصريين هم فعلا قادرين على التحدي ومصر فيها دايما حاجات حلوه مش حاجه حلوه.